مشاهدين الآن فقرتنا في إيفنت السعودية راح تكون عن انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن 2023 بميدان الطايف. التفاصيل كاملة بنعرفها في هذا التقرير مع الزميل مشعل الخامسي. بعد انطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن، الحدث الأكبر في رياضة الهجن، ويأتي هذا المهرجان انعكاساً لاهتمام قيادتنا الرشيدة برياضة الهجن وسعيها الحثيث على تطويرها والارتقاء بها، الأمر الذي غير بوصلة رياضة الهجن في الخليج والمنطقة ككل، كما انعكس أيضاً على الطائف سياحياً واقتصادياً، حيث توافد السياح والزوار لحضور السباقات والفعاليات المصاحبة، وكان أيضاً مؤثراً كبيراً في تصاعد أسعار الهجن وحماس ملاكها للمشاركة في السباقات. حنا فخورين بالمهرجان، والمهرجان صراحة صار من أقوى المهرجانات على مستوى الخليج، واللي جعلهن ما فيه شيء من المهرجانات إلا مهرجان سمو ولي العهد في ذا الوقت، وصار مجمع للخليجيين وكلنا فخورين به. مردودة على الطائفة مردود قوي، ومردودة علينا حنا السعوديين شكل عام والخليجيين قوي، ما يدل عليه ان حنا كنا من أول نعد العدة للمهرجانات الثانية، الحين نعد العدة للمهرجان هذا. حنا وفقنا بذا المهرجان والقايمين عليه، وولي العهد شيء اسمه فيه لازم ينجح، لأنه سر النجاح للعالم بما يدل عليه. نحن عندنا مطايا تسوم، عندي قعود مسومة 1,200,000، عند أخوياي الثانيين بكار مسومة 2,000,000، مسومة بقيم واجدة، وش يدل عليه؟ على المهرجان هذا وقوته. لو حنا لولا الله سبحانه وتعالى ثم ولاة الأمر والاتحاد السعودي مشكور، ما 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 عدينا العدة ولا تمسكنا في الحلال بالقوة هذه على أساس نركض في المهرجان هذا. جوائز وأرقام مليونية ومشاركات هائلة، والإثارة والحماس هنا هي سيدة الموقف. دعني أقول أن مهرجان سمو سيدي ولي العهد لسباقات الهجن الذي يقام سنوياً على أرض ميدان الهجن والطائف نعمة من الله سبحانه وتعالى على الهجن وأهلها. المهرجان الذي أعاد ترتيب وضع الهجن في المملكة العربية السعودية وأيضا في دول الخليج. فترة المهرجان الطويلة، الجوائز المليونية التي يضخها سمو سيدي ولي العهد دعم لهذا التراث وإحياء وإنعاش لاستدامته. شهدنا من فضل الله تعالى مكاسب كبيرة سواء للطائف ومنطقة محافظة الطائف من الزوار الذين قدموا لأجل هذا السباق من داخل المملكة ومن خارجها، أو من حيث ملاك الهجن ذواتهم من خلال البيع وانتقال الملكيات. الجوائز تجاوز 50,000,000 مجمل السباق. عدد الهجن المشاركة، احنا سجلنا تقريبا أكثر من 11,000 مشارك في النسخة تقريبا الرابعة، دخلت موسوعة جينيس. من المتوقع وفق المعطيات الأولية لأعداد الهجن والكثافة اللي نشوفها للمسجلين في الأشواط والمتواجدة أيضا على خلال مسارات التدريب، تعطي انطباع إيجابي عالي المستوى بإذن الله تعالى بأننا سنحقق رقم قياسي مضاعف بإذن الله. الكل هنا يجهز مطيته لتكسر الأرقام وتحصد المراكز الأولى للحصول على أغلى الكؤوس على مستوى القارة. للقناة السعودية مشعل الخامسي، الطائف. شكرا للزميل مشعل الخامسي على هذه التغطية ورصد هذه التفاصيل الخاصة بانطلاقة مهرجان ولي العهد للهجن 2023.